هوية بريس نحو إعلام هادف. بسم الله والحمد لله رب العالمين، نسعد هذا اليوم باحتفاء كبير. هذا الاحتفاء يسعدنا جميعا من المملكة المغربية العزيزة، وهو الاحتفاء بثلاثة ملايين زائر في مدة وجيزة للمتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية. هذا المتحف والذي كانت أولى محطاته حول العالم في المملكة المغربية، وهذا الاستحقاق المتعلق باختيار المملكة المغربية أولى المحطات له حيثيات كثيرة سبق أن نوهنا عنها، ونقدر الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس حيث رعى افتتاح هذا المتحف النبوي، وكذلك نقدر ما وجه به جلالته سمو ولي عهده الأمير الحسن بحضوره لهذا الافتتاح، وكان افتتاحا تاريخيا. توافدت الوفود الدولية وليست من المملكة المغربية فحسب، وإن كانت من المملكة متكاثرة من وجدانها الإسلامي الكبير، إلا أن وفودا دولية جاءت إلى هذا المتحف منوهة بمحتوياته. وهذا المتحف يمثل السيرة النبوية وفق السياق العصري، ولهذا جعلنا مصطلحا لذلك وقلنا السيرة النبوية كأنك تعيشها، وكانت كل المعطيات العصرية مسخرة لهذا المتحف. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، وأؤكد مجددا بأننا نثمن ونقدر عاليا الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس، وأيضا الافتتاح الكريم لسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسن بتوجيه كريم من جلالته يحفظه الله. هذا يوم من الأيام الخالدات، الأيام المشرقات، الأيام المباركات التي يتجلى فيها المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي حظي برعاية سامية من لدن جلالة الملك محمد السادس، وشرف بافتتاح من صاحب السمو الملكي مولاي الحسن. هذا اليوم نحتفي، هو يوم ليس كمثل أي يوم آخر، نحتفي به بزيارة بالزائر 3 مليون لهذا المعرض، وهذا العدد لم نكن نتوقعه، حتى أنه فاق عدد كبير جدا من المتاحف والمعارض الدولية الأخرى. لم نصل لسنة، نحن الآن في شهرنا التاسع وما ذلك، وصلنا إلى هذا العدد. المتحف عندما يزوره الزائرون هم يأتون ليس للاستفهام أو الاستفسار أو، ولكن لعشقهم ولمحبتهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هناك حب ووجدان ومودة لقدوتهم المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما أريد أن أقول بأن هذا اليوم يوم مشرق في سماء الإيسوسكو وفي سماء الرباط وفي سماء العالم الإسلامي. نحن في شراكة ثلاثية مع رابط العالم الإسلامي والرابط المحمدي للعلماء، ولكن ما يسرنا وما يثلج صدورنا وما تتهاطل الخيرات علينا عندما نرى هذا الكم الهائل من هؤلاء الزوار يلهجون بالثناء وبالصلاة على سيدنا محمد. كل الشكر لكم وسائل الإعلام الذين أيضا ساهمتم في إبراز هذا المتحف وهذا المعرض، ليس للرباط وليس للمغرب فقط، ولكن لعالم الإسلامي والعالم أجمع. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا نملك في هذه الليلة المباركة يوم الجمعة في هذا الوقت المبارك، ونحن سعداء بوصول هذا المعرض في خلال أقل من 9 أشهر إلى هذا العدد الرائع جدا الذي يعتبر عدد قياسي استثنائي في المتاحف العالمية والدولية. 3 ملايين زائر
في خلال هذه المدة الوجيزة من جميع شرائح المجتمع، سواء كان نساء أو رجالا أو أطفالا أو غير ذلك، كلهم وصلوا وللحمد واستمتعوا بهذا المعرض، بقاعات هذا المعرض الخمس التي استمتع بها الزائر منذ القاعة الأولى وهي قاعة فنون الخط العربي. هذا المعرض التي قامت وأشرفت عليه رابطة العالم الإسلامي بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء وكذلك منظمة اليسسكو التي احتضنت هذا المعرض في هذا المكان المبارك. في الحقيقة تعجز الكلمات عن سعادتنا بهذا العدد، استطيع أن أقول المهول والاستثنائي في هذه أو في هذه الأوقات المباركة. نعم، لم نكن نتوقع ولا نصف هذا العدد ولا ربع هذا العدد، ولكن الحمد والمنة فضل الله سبحانه وتعالى وبركة أهل هذه البلاد المباركة وقلوبهم المتعلقة بحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصل هذا العدد إلى هذا الذي لم نكن نتوقعه ولا الحمد والمنة. هوية بريس، نحو إعلام هادف.